التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك، بالإضافة إلى التنسيق تجاه التطورات الإقليمية المختلفة. جاء ذلك خلال زيارة رئيس دولة الإمارات للقاهرة، حيث أكد على اعتزاز مصر بالعلاقات بين البلدين. من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها وحرصها الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية والمتميزة بين البلدين. تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات الإقليمية والدولية، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة. استنكر نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية لمصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة، مؤكدا أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقة وتستند إلى دراسات عملية علمية موثقة. وأكد على أن الإدعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية وعدم اكتراث لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. وأضاف السفير حمدي لوزا بأنه من المؤسف أن يستمر المسؤولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق، مؤكدا أن استمرار المفاوضات لعشر سنوات دون نتائج هو دليل على التعنت الإثيوبي. ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك بالتصريحات التي صدرت مؤخرا حول الحرية المطلقة لإثيوبيا في مواصلة الملء دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب، باعتباره دليلا آخر على أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض. أعلن حزب حماة الوطن دعم ومساندة جهود الدولة ممثلة في وزارة الخارجية في استمرار مساعي الحوار للحفاظ على مياه النيل، وفي محاولة أو مواجهة المحاولات الإثيوبية للتأثير على حصة مصر من النهر من خلال سد النهضة. وفي بيان له، أكد الحزب أن حرص وزارة الخارجية على الرد على المزاعم الإثيوبية والاتهامات المغلوطة بأن مصر تسعى لتسييس القضية يؤكد انتهاك مصر كل الطرق المشروعة للتفاوض والحفاظ على حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي. وأعلن الحزب الوقوف إلى جانب الدولة وكافة مؤسساتها في اتخاذ كافة المسالك القانونية للحفاظ على أمن مصر المائي وعدم المساس بحصتها من نهر النيل، معربا عن تأييده لجهود القيادة السياسية واتصالاتها المستمرة مع كافة الشركاء الدوليين في هذا الشأن. ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السوري فيصل المقداد جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها. وفي بيان صحفي مشترك، اتفق الجانبان على أهمية حل الصعوبات الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة للوصول لمساعدات للجميع في المناطق السورية، وتهيئة الظروف أيضا لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم بأمان، واتخاذ مزيد من الإجراءات نحو استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية. كما بحث الجانبان خطوات تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية بما يحقق المصالحة الوطنية ويساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي. أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. كما أعلن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أن الصاروخ لم يسقط في الأراضي اليابانية، وأضاف أن الصاروخ يرجح أن يكون من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. حذر الكريملين من أن احتمالات تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود لما بعد 18 من مايو المقبل ليست كبيرة، لأن الصادرات الروسية من هذا النوع ما زالت تواجه عقبات.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن التوقعات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب ليست كبيرة جدا. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شيمهال سبل الدعم المستمر لمواجهة العمليات العسكرية الروسية. وخلال الاجتماع الذي جمعهما بوزارة الدفاع الأمريكية ناقش الجانبان أولويات المساعدة الأمنية مثل الدفاع الجوي والمدفعية وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، كما اتفق على أهمية ضمان المساءلة على المساعدة الأمنية. رياضيا، حقق فريق ريال مدريد الإسباني انتصارا ثمينا على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في ذهاب دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كما حقق فريق نادي ميلان الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه ومواطنه نابولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. ويقام لقاء العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب دييغو أرماندو مارادونا معقل فريق نابولي لحسم الفريق المتأهل لنصف النهائي. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.